18 موجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ودي المرحلة الثانية من الموجة ال 18. دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية معانا على التليفون، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك أستاذ يوسف وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. أهلا بحضرتك وأهلا بكل أهالينا اللي بيتفرجوا. الموجة رقم 18، الموجة رقم 18 دي بتستهدف قد إيه، أو المساحة اللي من المفترض إنه يتم عليها يتم فيها الإزالات؟ يعني بنستهدف 14 مليون متر مربع. طبعا احنا ابتدينا في الموجة 18 من 13 سبتمبر الماضي حتى 13 الجاري. أيوه. ونفذنا بالفعل على مستوى المحافظات المصرية كلها، أزلنا تقريبا 3.7 مليون، يعني تم استرداد 3.7 مليون متر مربع بعد إزالة 8301 حالة تعدي مبنى مخالف يعني. واستردينا من الأراضي الزراعية ملك الدولة حوالي 22,000 فدان، وأزلنا يعني بما يعادل إزالة 3140 حالة إزالة. طبعا في المشهد العام بالنسبة طبعا كان في الموجة ال 18 نلاقي مثلا المحافظات تأتي، محافظة الشرقية نجحت في إزالة 1471 مبنى مخالف على 277 ألف متر مربع، يليها الدقهلية، يليها الإسماعيلية، يليها المنيا، يليها الغربية، يليها البحيرة، يليها كفر الشيخ إلى غير ذلك. لو جينا بصينا النهاردة زي ما أكد معالي الوزير اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في ان في متابعه حثيثه ومستمره من سياده الرئيس لملف ازاله التعديات على املاك الدوله والاراضي الزراعيه ومخالفات البناء، وده نتيجه لهذا الامر كل وزارات الدوله المصريه مع اللجنه العليا لاسترداد حق الشعب برئاسه السيد المهندس شريف اسماعيل مساعد السيد الرئيس للمشروعات القوميه، انه بالفعل وزاره التنميه المحليه مع المحافظات المصريه مع الوزارات المعنيه مع قوات انفاذ القانون من يوم 11 اكتوبر الجاري اللي هو بدايه المرحله الثانيه في الموجه 18 واللي ان شاء الله هتستمر حتى 29/10/2021، احنا نفذنا خلال 5 ايام الماضيه نجحنا في استرداد 2860 فدان زراعه بعد إزالة 978 حالة تعدي، وأزلنا 2950 مبنى مخالف على مساحة 396 ألف متر مربع. طب وإحنا طبعا مستمرين في هذه المرحلة حتى يوم 29/10 على أن تبدأ طبعا المرحلة الثالثة 6/11 القادم إن شاء الله، وتنتهي في يوم 26 نوفمبر القادم إن شاء الله تعالى. طيب دلوقتي يا دكتور، انا متذكر الرئيس اعطانا جدول زمني او مهله زمنيه، قال 6 شهور ومش عايز اشوف اي تعديات على املاك الدوله. احنا باذن الله هنقدر خلال الـ6 شهور اللي ادهم لنا الرئيس ان احنا نخلص على هذه التعديات تماما؟ طبعا يا فندم، ده تكليف والجميع بيعمل على تحقيق هذا التكليف يا فندم بإذن الله. أنا بشكرك جدا دكتور خالد، كل الشكر دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية.